في السومير باعتبار انه السومير ديما نحطوا فيها كل دم دم اللي باش يضربوا معناها. لكن البدايه نحكي شويه كره قدم. المنتخب الجزائري جمال بالماضي مدرب المنتخب الجزائري واجه اليوم دعوه رسميا لمدافع الترجي الرياضي التونسي عبد القادر بدران. هنا علاش نحكيوا على الخبر هذا؟ لانه ثلاثه ايام التالي جمال بالماضي كذلك وجه الدعوه للمنتدب الجديد للنادي الافريقي الحسين بن عياده. بن عياده ظهير الايمن لتعويض يوسف عطال لاعب نيس، وبدران يعوض جمال بالعمري مدافع لويل. تعليقكم على هذا الخبر سليم سمير السليمي وكابتن خالد حسني. جام لسمير السليمي. بطبيعة جام قبل كل شيء. جمال بالماضي أنا من المدربين اللي يعجبوني برشا، لأنه عنده مدرب عنده شخصية وعنده بصمة، ومدرب بشهادة الكل تقريبا وفي الجزائر، خاصة أنه كون فريق منتخب وطني جزائري عتيد وقوي جدا. والكل النجوم بتاع المنتخب الجزائري كابتن تعرف نجوم منتخب الجزائري وين يلعبوا، والقيمة الفنية والمالية وكل شيء الكلهم يشيدوا بهذا المدرب، سواء الفريق اللي يلعب ولا الفريق الاحتياط ولا في المدرجات ولا الكل، الكلهم يشيدوا. قيمة ثابتة جمال، قيمة ثابتة. وكون يقول لك كون فريق من المحاربين وليس فريق كرة قدم، وذلك نقطة قوة المنتخب الجزائري. وما أدراك اللي تو قاعد يعمل في ديريكور على مستوى عدم الانهزام وعلى مستوى النتائج اللي قاعد يحقق فيها. أنه يستدعي زوج ملاعبين البطولة التونسية، هذا شيء هذه الزاوية اللي تهمنا. ثم زوج ملاعبين من البطولة التونسية موجودين في منتخب عتيد بحذا شو اسمه تاع مانشستر رياض محرز، بحذا نجوم من صف أول. هذا نجوم كبيرة، وخاصة تو زوج ملاعبين من البطولة التونسية مدافعين. لكن كان تشوف القائمة متاع المدافعين في المنتخب الجزائري شيء كبير، شيء كبير. أنه يقع دعوة هذين اللاعبين فهو مؤشر طيب على أنه قبل كل شيء الساعة جمال بالماضي لا يعترف بالأسماء ولكن يعترف بالمردود. ثانيا عنده رؤية على مستوى حتى المستقبل المنتخب الجزائري، وأنه يفكر احنا كي منظر الكبير رعاية الليجون ونقولوش بيه رعاية الليجون، يا أخي مش يلعبوا بدران، مش يلعب عايدة، مش يلعب مش يلعب، ممكن يلعب بدران خاطر هو باش يعوض لاعب اساسي اللي هو بالعمري. لكن صعب انه يلعب، عنده من الاسماء ما يمكن انه يلعبهم. لكن المنطق والفكر شنو هو؟ انه يدخل يضخ دماء جديده على مستوى المنتخب. يعني المنتخب الجزائري ماهوش حكر على الاسماء المعروفه لهذ البطوله الافريقيه الاخيره، لكن دائما ما يستدعي ودماء جديده، اولا لعمليه الادماج لعناصر جديده، وثانيا لادخال عنصر المنافسه. يا نجوم يا ملاعبيه اللي عندي اللي تلعبوا في موناكو وتلعبوا في كذا وتلعبوا في كذا، راهو الاماكن نتاعكم، راهو معاكم لاعبيه من نادي الافريقي والتجربة كذلك. الفارفار تأثت أنه جمال بلادي لا يتعامل مع اسمه. شفتوا ياسين إبراهيمي كان على دكة الاحتياط وكان فرحان وكي يدخل يعمل معناها. من فضلك سمير، كان على دكة الاحتياط وكان احتياطي يوسف البلايلي اللي هو لاعب وقتها ترجي. يرحم والديك، يرحم مهم والديك. جدا انه لاعب بورتو بناك نتاع لاعب ترجي، هذه هي المقاربة. دونك هنا دائما ما نقول، وكابتن ديما يقول راهو تتفرج في فريق تعرف شخصية المدرب. صحيح. تعرف المدرب سيدي رفلي دو فوالا. كابتن خالد حسني تعليقك على الخبر هذايا. جام زاد كيما سمير سليمي، جام لهذا الخبر، جام لدعوة الأزرق اللي مات هذايا الأزرق. وعليه؟ فما اللون هي فيه مش زرقاء؟ زرق. انا في الصيف لقيتها يا كابتن، انت لابس بالازرق وهزيت الازرق تو. راني باش نهزوا جمله انا، ما نقول كيما قال دروا وبيت كيما منظر الكباير. انا في الصيف وقتها شي كيف دريش قالوا انت لونك المفضل بنفسجي، فتبدل في الشتاء ولا ازرق؟ لا هي ما نعرفوهاش. لون البنفسجي غالطين فيه. كيفاش؟ كل غالطه في اللون البنفسجي. شبيه البنفسجي؟ لون البنفسجي بالنسبه لي مام ليفوا عنده رمزيه اخرى. احنا عندنا لو سيكلامان دو بيرس. اللي هذه نوارة نادرة موجودة كان في إيران وفي جبل بوغرنيه، ولونها جيبها لنا مادام في بوغرنيه. موف تو وليت زون ميليتير. موف موف ابيض. دونك معناها هذه الامور وتحكي الشمس الزرقاء. نحيوها معناها سي شكيب، نحيوه وقد معناها فك ليميسيون اللي عملناها ايميسيون خارق العاده، ونحيوه كل والله ما نجيب شكيب درويش الجمعه الجايه. جيبوا جيب انت جبت ياسين العايري كما نجيب شكيب درويش. بالماضي بدران وبن عياده. نعم بالماضي بدران وبن عياده. والله بالماضي البارح
خرجت فيه في بيين تاع فرنسا بيين عملوا له انترفيو اكسترا اوردينير افيك لا بريزونس لوي فرنانديز. وانا ما كنتش نعرف لوي فرنانديز هو اللي لانسيه في باريس سان جيرمان. بون هو لعب في باريس سان جيرمان لعب في لو ام في لو ام. هو يحكي على وحتى الجوريت كي يحكيه كما اسمه اللي قلت عليه توا لو رامبلاسون ابراهيمي ياسين ابراهيمي. ياسين ابراهيمي عمره ما قالش بيه ما يلعبنيش والله انا قالش بيه ما عيطليش ما قالش انا شبيني نلعب في بورتو ولا انا باقي راه ما نحبش انا واحد يدخل في المدرب في قولي ما نحبش انا لاعب فهمتي ولا معناها تيتوا تقعد رايت في الناس عيط لك ما عيط لكش علاش ما قالش كيفاش ملاعبي من تونس يلعب وانا نلعب في بورتو على بالي عايشكم احترموا اختيارات المدرب هذا من ناحيه. جوريت شو يقولوا يقولوا سي تان غرون فرير قال بارفوا هو قال في اليوم نجم تعيطوا لي كوتش نجم تعيطوا لي جمال نجم قال مش هذيك هي لوتوريتي تاع سي جمال ولا واحد مغطرس ولا كذا سي كو لوسكو لي جوار معناها ايبوز تي زيدي معناها واللي يلعبوا لك انت وقريب ليهم والاخرين اللي في استوديو سي فري عطاوا الحق معناها قال لازم يكون لونترونور لاعبي قديم عنده كاريزما كيما جمال خاطر فما لغة سبيسيال نتاع مدرب إلى اللاعبين اللي ما لعبش كرة ما يعرفهاش واللي توا في النوادي اللي معناها يتصرفوا في النوادي ما يعرفوهاش. دونك البارح معناها جروسو مودو ميكون توا يعاودوها اون انترفيو فور ريوسي قوية برشا تبعت منها شوية باش نخسلها أكثر وقت. دونك بسرعة بن عيادة وبدران زوز ملاعبية المنتخب اي معناتها حكينا على بالماضي توا بالنسبة لزوز ملاعبية الشامبيونان نتاع تونسي منتخب الجزائر معناها هما معناها من الجزائر باهية اسم الترجي والإفريقي في الليستة الموسعة لبطل افريقيا. هو عنده البارح يتكلم يعني عنده طموح اخر هو توا عنده ريكور تاع لي ماتش اللي ما خسرش فيهم 22 جو سي با تشوفهم فهمتني حاجه باهيه حاجه باهيه بالنسبه للترجي الافريقي اللي عندهم زوز ملاعبيه ينشطوا معاهم واللي في الـ في الـ في القائمه الموسعه. انا نعرف شو نقول قائمة الموسعة خاطر مش انت يوسف عطال مش تعوض عطال وبالعمري هم موجودين في القائمة الموسعة فهمتي سيبيا خطوة باهية ويمكن زاد عطاء إشارة للآخرين راهو الباب مفتوح. مهم جدا زاد كابتن نحن نحكيو على القائمة الموسعة مهم جدا أنه نلقاو مع بغداد بونجاح زاد في قائمة المنتخب الجزائري مهاجم سابق للنجم الرياضي الساحلي كريم العريبي موجود في القائمة ليست الموسعة بل القائمة نتاع 24 لاعب منتخب الجزائري. بالنسبة زاد القائمة الموسعة فيها عبد الرحمن مزيان فيها الشتي فيها بن غيث يعني ثم ملاعبية كمام اللي موجودين في البطولة ولكن داخل ما عادش يحسب على النجم توا في نيم في نيم ما عندوش حتى شهر من اللي انتقل في نيم ما عيط له مكتوبه نيم مش ليتوال مشكور معايا انت قوي اخبار الطرقات لنفوت رفيق مع صديقتنا ايناس باش نرجعوا بعد شويه في سبورت بلوس نحكيوا على النادي الافريقي.